السلام عليكم، تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في التسجيل الخاص بالمحاضرة السابعة ضمن سلسلة محاضرات مادة الديموغرافيا الفصل الثاني شعبة علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بن طفيل القنيطرة. في هذه المحاضرة سوف نتناول بالدرس والتحليل الجزء الثالث من محور التحليل الديموغرافي والذي خصصناه للظواهر الديموغرافية. كما أوضحنا في الدرس المكتوب وأيضا في الجزء الأول والثاني من هذا المحور بأن الغرض من التحليل الديموغرافي هو دراسة وقياس حجم وتكوين وتطور السكان ودراسة واستشراف آفاق يعني تطور هذه البنية السكانية. وهناك أدوات مختلفة عرضنا في محورها أو في المحور الأول أو في الجزء الأول من هذا المحور الفروقات النوعية بين أنماط التحليل، سواء التحليل المستعرض أو التحليل الطولي. وعرضنا أيضا لأهمية ميبيان ليكسيس باعتباره أحد أدوات التي تسمح لنا باستعراض المعطيات الناتجة عن التحليل المستعرض وأيضا التحليل الطولي في نفس الوقت. ثم في الجزء الثاني حيث عرضنا لمفهوم البنية السكانية وتوزيعها العددي والنوعي والعمري، وأيضا عرضنا لأهمية هرم الأعمار باعتباره أداة مهمة في تمثيل المعطيات الإحصائية بشكل مرئي وأهميته التحليلية. وعرضنا لمبادئ يعني التمثيل في هرم الأعمار وطرق تحليل المعطيات الواردة في هرم الأعمار. في هذا الجزء سنتناول تحليل الظواهر الديموغرافية عبر أداة المؤشرات والنسب والمعدلات. فالمؤشرات هي بشكل يعني بنوع من التبسيط المنهجي يمكن أن نقول بأنها نسبة الأرقام الملاحظة لعدد من الأفراد يسمون مجموعة مرجعية من خلال إنشاء نسب ومعدلات ومؤشرات تسمح بإجراء المقارنة بين المجموعات السكانية وبالضرورة يعني بين الدول والمناطق ربما داخل الدولة الواحدة وبين فترات زمنية متعددة من أجل كما قلنا رصد يعني تطور الظواهر السكانية سواء مكانيا ومجاليا أو على مستوى الزمني. وهذه المؤشرات تفيد يعني في تطوير النماذج الديموغرافية كما تسمح باستقراء التغيرات التي تطال بنية السكان. ولذلك وضعت لكم في الدرس المكتوب يعني كمدخل الفروق النوعية بين المفاهيم المستعملة في هذا المقام حتى يتم استخدامها بطريقة سليمة في التحليل الديموغرافي، وحتى إذا ما اعترضتكم في الكتاب في بعض الكتابات يعني من هذا النوع. فنتحدث عن مفهوم معدل لوطو وهو نسبة مجموعة فرعية معينة إلى مجموع السكان متى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لمجموع السكان. مفهوم المتوسط لا معين ويستعمل لقياس كثافة حدوث ظاهرة ما خلال فترة زمنية معينة أو متوسط مجموعة من العناصر، ويمكن حساب نوع المتوسط حسب الأهداف المرجوة من الرقم
الناتج أو من النتيجة. مثلا متوسط حجم الأصابع. لوغاسيو وهي النسبة بين وقائع مختلفة، لكن هناك إمكانية لإقامة علاقة ارتباط، يعني إن كوريلاسيون بينها. مثلا عدد وفيات الأمهات مقارنة بعدد المواليد الأحياء، فنلاحظ بأنه هي وقائع مختلفة. وفيات الأمهات هذه واقعة، والمواليد ميلاد مواليد أحياء هذه واقعة ثانية، ولكن لوغاسيو يعني نحاول من خلاله إقامة علاقة ارتباط، أو نظن بأن هناك علاقة ارتباط بين هاتين الواقعتين على اختلافهما. فمثلا في مجال الصحة الإنجابية في هذا المجال نحتاج إلى إقامة هذا النوع من العلاقات، يعني وإن كانت الوقائع مختلفة، وإنما هناك إمكانية إقامة علاقة ارتباط بينها. مثلا تحدثت على لو سيكس غاسيو، يعني نسبة النوع، فهناك اختلاف بين الفئتين، اختلاف نوعي بين الفئتين، ولكن دائما هناك علاقة ارتباط، فنتحدث على لو غاسيو. ثم هناك المؤشر لانديس، هو النسبة بين وقائع مختلفة ليس بينها علاقة ارتباط بالضرورة. فقلنا لو غاسيو وقائع مختلفة، ولكن هناك إمكانية إقامة علاقة ارتباط بينها. المؤشر هو نسبة بين وقائع مختلفة، أو العلاقة بين وقائع مختلفة ليست بينها علاقة ارتباط بالضرورة. مثلا مؤشر التنمية البشرية نجد فيه عدد من العناصر ليس بالضرورة بينها علاقة ارتباط. مثلا نتحدث عن التعليم، عن الصحة الإنجابية، حقوق الإنسان، التشغيل، ظروف السكن، وهلما جرى. إذا وقائع مختلفة ليس بالضرورة بينها علاقة ارتباط تعطينا المؤشر. هذه نوع من التعريف التقريبية لهذه المعدلات حتى يتم، أو لهذه المفاهيم حتى يتم استخدامها بطريقة سليمة. المحور الثاني تناولنا فيه تحليل الظواهر الديموغرافية، وكما قلنا أساسا في الحصة الأولى أو في الجزء الأول من محور التحليل الديموغرافي، تحدثنا بأن بنية السكان هي بمثابة مدخلات ومخرجات، أو عملية لها مدخلات ومخرجات، input output، des entrées et des sorties. فمدخلات هذه البنية نجد الولادات والهجرة الوافدة، ومخرجاتها نجد الوفيات والهجرة المغادرة. إذن دراسة هذه الوقائع أو هذه الظواهر الديموغرافية اللي هي أساسية، الخصوبة والولادات ثم الوفيات ثم الهجرة، تسمح لنا بتحديد خصائص كل ظاهرة وتغيراتها الزمانية والمكانية وطبيعة الشروط المؤثرة فيها. وبالضرورة عبر ذلك سنعمل على تحديد درجة تأثير كل واقعة من هذه الوقائع أو كل ظاهرة من هذه الظواهر على تغير وتطور حجم، معنى نشير إلى العدد، وتركيبة السكان النوعية والعمرية. وقد وضعنا خطاط نعتبرها أنها تحاول يعني إلى حد ما أن تعبر عن حقيقة هذه يعني الدينامية. معنى لدينا كيف تؤثر الظواهر الديموغرافية في حجم وتركيبة السكان. لدينا الولادات باللون الأخضر، ثم الوفيات باللون الأحمر، ثم الهجرة
اللون الأزرق، كيف كل منها يؤثر يعني بمقدار في تغير حجم وتركيبة السكان؟ كما قلنا في المدخلات هناك الولادات، وفي المخرجات هناك الوفيات، والهجرة تتموقع بشكل مزدوج أو لها تأثير مزدوج. فإذا كنا نتحدث عن الهجرة الوافدة يعني ليميغراسيون، فنحن فهي تتموقع ضمن مدخلات بنية السكان. وإذا كنا نتحدث عن الهجرة المغادرة ليميغراسيون، فنحن نتحدث عن يعني مخرجات بنية السكان. وعلى العموم هناك 3 ملاحظات أساسية من خلال هذه الخطاطة. الملاحظة الأولى وهو أن هذه الخطاطة التي وضعنا في الدرس المكتوب والمحاضرة المكتوبة تبين بأن عدد العوامل المفسرة بشكل مباشر لتغير حجم وتركيبة السكان تنحصر في 3 ظواهر أساسية كما سبق وقلنا: الولادات، الوفيات، ثم الهجرة. إذن هذه 3 عوامل و3 ظواهر تؤثر بشكل أساسي في بنية وحجم وتركيبة السكان. الملاحظة الثانية هو أنه إذا ارتفع أو انخفض أحد هذه العوامل فإنه يؤثر بالضرورة أو يتبعه بالضرورة تغير على مستوى عدد وحجم السكان، وأيضا على مستوى التركيبة من خلال الفئات العمرية والنوعية. معناه هناك تأثير على مستوى التوزيع العددي، وتأثير على مستوى التوزيع العمري، وتأثير على مستوى التوزيع النوعي. وقد أوضحنا يعني قد تجدون في هذا الكلام نوع من التكرار، لأنه مبثوث في الجزئين الأول والثاني أيضا. حينما مثلا تحدثنا عن هرم الأعمار والأشكال التي يتخذها، فقلنا كيف تؤثر بعض الأحداث الديموغرافية، مثلا طفرة في الولادات أو طفرة في الوفيات بسبب الحروب أو بعض الأوبئة، كيف تؤثر في التركيبة السكانية سواء من حيث الحجم أو من حيث التوازن بين الجنسين، وكذلك التوازن بين الفئات العمرية. الملاحظة الثالثة وهو قبل هذه الظواهر الثلاث المؤثرة في بنية وتركيبة السكان، وضعنا مفهوم الزواجية ضمن يعني شكل متقطع، وذلك للإشارة بأن فعل الزواج يرتبط بشكل كبير بظاهرة الخصوبة والإنجاب، وهذا قد أشرنا له في محاضرات سابقة بأنه في المجتمعات التي تعتبر بأنه الزواج هو الإطار القانوني أو الشرعي المقبول للإنجاب، فإننا نعتبر بأن لا نوبسياليتي أو مؤشر أو معدل الزواجية أو مؤشر الزواجية هو مسألة محددة يعني للخصوبة والإنجاب. مثلا بين المعطيات التي يتيحها لنا يعني مثلا الإحصاء العام للسكان والسكنة هو السن عند الزواج الأول. فإذا فهمنا بأنه في المجتمع المغربي أن الزواج هو الإطار الأساسي للإنجاب، فسنفهم كيف يؤثر هذا المعدل على الخصوبة، معناه على فكيف تؤثر مثلا عدد الزيجات على الخصوبة وهكذا. إذا قلنا الملاحظة الثالثة هو أن فعل الزواج يرتبط بشكل كبير بظاهرة الخصوبة والإنجاب، ومن هنا نفهم كيف تؤثر الزواجية النوبسياليتي على الولادات، مع الإشارة إلى أنه في بعض المجتمعات لا يرتبط الإنجاب ضرورة بمؤسسة الزواج.
يعني لا يرتبط الإنجاب بالضرورة بمؤسسة الزواج. إذن فيما بعد قمنا بتحليل هذه الظواهر الثلاث: الولادات والوفيات ثم ظاهرة الهجرة. بالنسبة لمفهوم الولادات الذي يرتبط بشكل مباشر كما قلنا بمؤشرين اثنين هما وبينهما في الصراحة في يعني في الحقيقة يعني بينهما فرق دقيق للغاية يجب الانتباه إليه، فهما مفهومي الخصوبة لا فيكونديتي و لا فيرتيليتي، وهي القدرة على الإنجاب. وفي الحقيقة هناك خلط كبير جدا بين المفهومين، بين مفهوم الخصوبة ومفهوم القدرة على الإنجاب. فالفرق بين، حتى أوضح المثال بشكل دقيق أو حتى أوضح هذا الفرق بشكل دقيق، الفرق بينهما هو مثل الفرق بين الواقع وإمكان وقوع هذا الواقع، la réalité et sa possibilité. فالخصوبة تشير إلى الوجود الفعلي للأطفال، الوجود الفعلي للأطفال، في حين أن المفهوم الثاني يشير إلى القدرة على إنجابهم. فنتحدث مثلا حول النساء في سن الإنجاب، والنساء ممن لهن القدرة على الإنجاب، معنى في سن الإنجاب، معنى لهن يعني في سن 15-49 سنة، معنى لم يعني بلغنا سن البلوغ ولم يتجاوزنا يعني سن الإنجاب، معنى لم يبلغنا بعد سن ما يسمى بعض الأدبيات بسن اليأس، وكانت هناك توصيات بتسميته يعني مثلا هناك من يسميه بسن الطمأنينة. هذا يدل على القدرة على الإنجاب. هناك فرق، لا فيكونديتي يعني وجود الأطفال بشكل فعلي، في حين أن لا فيرتيليتي أو القدرة على الإنجاب، لا فيرتيليتي تشير إلى القدرة على الإنجاب، بحيث أنه الفرد يكون قادر على الإنجاب لكن ليس لديه أطفال بالضرورة. معنى لا فيرتيليتي نو سينيفي با لا فيكونديتي، معنى القدرة على الإنجاب لا تعني بالضرورة لا فيكونديتي. كما قد يكون لديه أطفال لكنه فقد فيما بعد القدرة على الإنجاب، مثلا نجد مثلا امرأة لديها أطفال ولكنها بلغت سن أو تعدى عمرها سن 49 سنة ولم تعد لها القدرة على الإنجاب. كما تتأثر الولادات أيضا بمؤشر ثالث وهو مؤشر الزواجية، كما أشرنا آنفا أنه في المجتمعات التي لا تعترف بالإنجاب خارج مؤسسة الزواج يعني من الطبيعي أن تؤثر لا نوبسياليتي نسبة الزواجية على الخصوبة والإنجاب. وبشكل عام لا ناتاليتي يعني تتحدد من خلال ثلاث عوامل أساسية، وهي ليفي دو ستركتور et l'effet de calendrier et l'effet de comportement. أثر البنية، ثم أثر أو تأثير، إن صح المعنى تأثير البنية، l'effet de structure، وتأثير التوقيت، ثم تأثير السلوك. فتأثير البنية من خلال كون أن عدد الأفراد في سن الإنجاب ضمن إجمالي السكان وتوزيعهم العمري هو عامل أساسي محدد لظاهرة الولادات. فمثلا في واحد التركيبة السكانية عدد الأفراد في سن الإنجاب يعني ما بين، بالنسبة للنساء صفر، يعني بالنسبة للنساء 15-49 سنة، بالنسبة للرجال منذ سن البلوغ إلى ما لا إلى يعني غير محدد كما هو الحال بالنسبة للنساء.
هذا ثم التوزيع، قلنا التوزيع العمري وعدد الأفراد في سن الإنجاب ضمن إجمالي السكان، هذا عامل محدد أول وهو ما يسمى بليفيت ستريكتور، معنى تأثير بنية السكان على الولادات. المستوى الثاني هو تأثير التوقيت، توقيت هذه الولادات، يعني حجم، يعني التوقيت في بداية الزواج مثلا، الفارق الزمني بين الولادة الأولى والولادة الثانية وهكذا. ثم تأثير السلوك، ونقصد أساسا السلوك الإنجابي، اختيارات في هذا المجال، طبيعة السياسات المتبعة في هذا المجال، مثلا مجتمع مثلا يعيش مثلا كثافة سكانية، مثلا طفرة ديموغرافية عالية، ونهج سياسة تنظيم النسل، وهذا فهذا بالدور يؤثر بشكل مباشر على يعني على السلوك الإنجابي وعلى معدل الولادات. وبطبيعة الحال هناك يعني تأثيرات يعني أخرى، يعني تتجاوز الأبعاد الديموغرافية إلى ما هو اقتصادي وثقافي إلى حد كبير. من هنا نتحدث حول أنواع الخصوبة، فيمكن اعتبار الخصوبة بمثابة المقياس الفعلي للقدرة على الإنجاب، لأنها تعكس القدرة الطبيعية لدى المرأة، كما ترتبط الخصوبة بالمرأة أكثر من الرجل، كما سبق وقلنا بأن لأن فترة أو سن الإنجاب محدد بفترة عمرية، قلنا هي 15 سنة إلى 49 سنة. وبعد ذلك ذكرنا أنواع هذه الخصوبة، الخصوبة الطبيعية تتعلق بجميع النساء في سن الإنجاب، الخصوبة الفعلية معناها في سن الإنجاب وأنجبنا فعلا، الخصوبة الموجهة معنى قلنا أن هناك بعض الأحيان آثار تأثيرات للسياسات المتبعة في مجال تنظيم الأسرة والنسل، فنتحدث عن الخصوبة الموجهة. ثم الخصوبة الكاملة معنى النساء في سن الإنجاب ولكنهن لم ينجبن، ولكن لم ينجبن لسبب من الأسباب. ثم تحدثنا على الخصوبة الشرعية، معنى التي ترتبط بمؤسسة الزواج كإطار قانوني للإنجاب. من بين لي زانديكاتور، مؤشرات ومقاييس الولادات والخصوبة، نعتمد المؤشر الأول معدل المواليد الخام، معدل المواليد الخام وهو عدد المواليد أو نسبة عدد المواليد الأحياء بالضرورة، حيث يستثنى عدد مواليد الأموات، عدد المواليد الأحياء خلال سنة معينة بالنسبة لإجمالي عدد السكان. وهذا المؤشر، هذا المؤشر له عيوب، فهو لا يعتبر مقياسا دقيقا يمكن من المقارنة بين فترتين في نفس البلد أو بين بلدين لنفس الفترة، وذلك بسبب اختلاف الترتيب العمري والنوعي للسكان، بالإضافة إلى معطى أساسي جدا، وهو أنه حينما مثلا ننسب عدد المواليد الأحياء لإجمالي عدد السكان، فنحن نعلم بأن التركيبة السكانية تضم أشخاص لا يساهمون أو فئات عمرية لا تساهم بالضرورة في عملية الإنجاب، مثلا كالأطفال وكبار السن. ولذلك يتم يعني اعتماد معدل الخصوبة العام لكي يغطي هذا العيب في
معدل المواليد الخام. إذا المؤشر الثاني هو معدل الخصوبة العام، لو طو دو فيكونديتي جينيرال، وهو عدد المواليد الأحياء خلال سنة معينة بالنسبة لعدد الإناث في سن الإنجاب. إذا هو عدد المواليد الأحياء خلال سنة معينة بالنسبة لعدد الإناث في سن الإنجاب. وطبيعة الحال تحدثنا عن سن الإنجاب يتراوح بين 15 و 49 سنة. إذا معدل الخصوبة العام يساوي عدد المواليد الأحياء خلال سنة معينة مقسوم على عدد الإناث في سن الإنجاب في منتصف السنة مضروب في 1000، معنى النتيجة تكون بـ1000. وكما أوضحنا أن المجتمعات التي تعرف خصوبة مرتفعة يرتفع هذا المعدل إلى 180 في الألف، حين أنه ينخفض في المجتمعات التي تعرف خصوبة منخفضة إلى حدود 40 في الألف. لكن أيضا لهذا المؤشر بعض العيوب، من أنه لا يوضح الخصوبة بدقة، وذلك بفعل الاختلاف الحاصل بين فئة الإناث في سن الإنجاب، ولذلك يتم اعتماد معدل الخصوبة حسب العمر من أجل عزل تأثير بنية السكان العمرية. إذن دائما هناك، كما قلت في دراسة المؤشرات، نستحضر الآثار سواء لفيت ستريكتور أو غيره التي قد تؤثر على الدلالة أو قوة المؤشر في قياس بعض الظواهر الديمغرافية. فمثلا في معدل الخصوبة قلنا ننسب عدد المواليد أو نقسم عدد المواليد الأحياء على عدد الإناث في سن الإنجاب، وسن الإنجاب يتراوح بين 15 و 49 سنة. ولكن داخل هذه الفئة الكبرى هناك فئات فرعية قد لا تكون بالضرورة لها نفس السلوك الإنجابي. وفي العادة يقسم هذه الفئة إلى 7 فئات فرعية، وبينهما تأثير واختلاف واضح وكبير. ولذلك نلجأ إلى اعتماد معدل الخصوبة حسب العمر لتعويض أو لعزل أثر البنية في بناء هذا المؤشر. إذن هناك المؤشر الثالث، وهو معدل الخصوبة حسب العمر، وهو عدد المواليد الأحياء لنساء فئة عمرية معينة بالنسبة للنساء في نفس الفئة العمرية الممتدة بين 15 و 49 سنة. إذا معدل الخصوبة حسب العمر يتم حسابه من خلال قسمة عدد المواليد الأحياء لنساء فئة عمرية معينة على عدد النساء في نفس الفئة العمرية مضروب في 1000. المؤشر الرابع هو المؤشر التركيبي للخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم امرأة في نهاية حياتها الإنجابية. ويتأثر هذا المؤشر كما قلنا بعدة عوامل، منها متوسط السن عند الزواج للإناث، نسبة ترمل الإناث في سن الإنجاب، أيضا بوسائل تنظيم الأسرة وغيرها. قد ذكرنا ذلك في أنواع الخصوبة. فالمؤشر التركيبي للخصوبة هو مجموع معدلات الخصوبة العمرية مقسومة على 1000 في 5، 5 التي تمثل طول الفئة، والنتيجة تكون ب عدد الأطفال لكل امرأة. وفي العادة هذا المؤشر التركيبي للخصوبة لانديس سانتيتيك دو فيكونديتي يقارن مع عتبة التعويض لو سوي دو رونوفيلمون، والمقدرة ب 2.1 طفل لكل امرأة. فإذا كان معدل أو مؤشر تركيبي للخصوبة، المؤشر التركيبي للخصوبة يساوي 2.1، فإن
هذا المجتمع أو هذا البلد يجدد نفسه دون زيادة ديمغرافية، في حين إذا كان أكبر من 2.1 فإنه يعوض نفسه ويجدد نفسه ويعرف زيادة ديمغرافية قوية. أما إذا كان أقل من 2.1 فإنه لا يعوض نفسه، وبالتالي يعرف تراجعا في النمو والزيادة السكانية. إذا باختصار شديد قلنا بأن مقاييس الولادات والخصوبة تناولنا فيها معدل المواليد الخام، ثم معدل الخصوبة العام، ثم معدل الخصوبة حسب العمر، وهي أساسا محصورة في الفئة العمرية داخل فئة 15-40 سنة، وهي في العادة 7 فئات داخل هذه الفئة، كما سنرى في التمرين، يعني تمرين خاص بهذه المقاييس في نهاية هذه المحاضرة أو في المحاضرة المكتوبة. إذا معدل الخصوبة حسب العمر، ثم المؤشر التركيبي للخصوبة. بالنسبة لتحليل ظاهرة الوفيات، كنا قد تطرقنا كما قلت في المحور السابق لأهمية مؤشرات الولادات والخصوبة وتأثيرها في نمو وحجم وتركيبة السكان، فكذلك بالمثل ظاهرة الوفيات لا تقل أهمية عن هذه، يعني عن الظاهرة التي سبقتها. فأيضا الوفيات هي مؤثرة في معادلة النمو، وإذا كانت الولادات والهجرة الوافدة تفيد بالزيادة في التركيبة السكانية عدديا وعمريا نوعيا، فإن الوفيات تساهم إلى جانب الهجرة المغادرة في تناقص بنية السكان، وتعتبر مؤشرات الوفيات من المقاييس المعتمدة في مجال التنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بوفيات الأمومة والرضع والأطفال، وعموما الوفيات تعكس أعمار أمد الحياة ووفاة الرضع والأطفال، كلها مؤشرات تعكس طبيعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمجتمع قيد الدراسة. بخصوص المؤشرات ومقاييس الوفيات، عندنا معدل الوفيات الخام، وهو من أكثر المقاييس استعمالا، وطريقة حسابه لا تتطلب، يعني طريقة بسيطة لا تتطلب غير معرفة عدد الوفيات في سنة معينة ومعرفة عدد السكان. فمعدل الوفيات الخام هو عدد الوفيات خلال السنة مقسومة على عدد السكان في منتصف السنة في الألف، النتيجة تكون بالآلاف. فأهيب بكم أن هذه المعادلات هي بسيطة، أن تتذكروها جيدا، يعني حتى تفهموا حينما تسمعون بمعدل الوفاة الخام تعرفون ما معناها وما مغزاها. معدل الوفاة الخام هو عدد الوفيات خلال السنة مقسومة على عدد السكان في منتصف السنة في الألف. المؤشر الثاني هو معدل الوفيات حسب العمر، وهو عدد الوفيات في فئة عمرية معينة مقسوم على عدد السكان في نفس الفئة العمرية في الألف. وكما قلنا في المقاييس السابقة لظواهر أخرى، أن هذا
يعني احتساب او حساب معدل الوفيات حسب العمر، من هذا التخصيص حول الفئة العمرية هو لتجنب اثر او ليفي ستريكتور اثر التركيبة العمرية للسكان، لانه في العادة نعلم بانه الفئات الاكثر عرضة للوفاة هم الفئات الأكبر سنا، وأيضا الفئات الأصغر سنا، نتحدث عن حديث الولادة والأطفال والرضع. فإذا أخذنا المنحنى سنجد أن هناك ارتفاع في الفئات العمرية الدنيا، ثم انخفاض يكاد ينعدم، ثم ارتفاع مع الفئات العمرية الأكبر سنا. إذا لدينا معدل الوفيات الخام، ثم معدل الوفيات حسب العمر، ثم لدينا ما يرتبط ب كما قلت ب الصحة الإنجابية، وفيات الأمومة والأطفال والرضع وحديثي الولادة. لدينا إذن معدل وفيات الأطفال، وهي تشير إلى الأطفال أقل من 5 سنوات، وهذه المؤشرات هي تعكس بالضرورة المستوى العام للخدمات الصحية. وكما قلت من المقاييس والمؤشرات المعتمدة اليوم في تحديد مستوى التنمية البشرية في الدول والمجتمعات. ونحتسب هذا المعدل أو نحسب هذا المعدل من خلال عدد وفيات الأطفال لفئة 0-4 من الأطفال أقل من 5 سنوات في سنة معينة، مقسومة على عدد المواليد الأحياء في نفس الفئة خلال نفس السنة مضروب في 1000. إلى جانب معدل وفاة الأطفال، هناك معدل وفاة الرضع، وهما المواليد الذين ينتمون للفئة العمرية أقل من سنة. معنى معدل وفاة الرضع هو عدد وفاة الأطفال أقل من سنة خلال سنة معينة، مقسوم على عدد المواليد الأحياء في نفس السنة. إذن هذه بعض المؤشرات المرتبطة بالوفيات: معدل الوفاة الخام، معدل الوفاة حسب العمر، معدل وفاة الأطفال، ثم معدل وفاة الرضع. ثم هناك يعني عدد كبير من المؤشرات التي يمكن يعني استخراجها بحسب الحاجة. فنتحدث معدل الوفيات لسبب معين، مثلا اليوم نحن في سياق جائحة كورونا، يمكن أن نستخرج عدد معدل الوفيات بسبب جائحة كورونا، وبالتالي ستكون النتيجة هي عدد الوفيات بسبب كورونا مقسومة على عدد السكان، فهذا سيعطينا عدد مضروبة في 1000 بطبيعة الحال، سيعطينا عدد معدل الوفيات بسبب وباء كورونا. وهكذا ممكن أن نتحدث على عدد الوفيات في مهنة معينة، وهكذا. إذن بحسب الحاجة نستخرج هذه المقاييس والمؤشرات. كذلك في المجال الطبي هناك عدد كبير جدا من المؤشرات المرتبطة والمقاييس المرتبطة بالوفيات، وهكذا. الظاهرة الثالثة بعد الولادات، الخصوبة والوفيات، هناك ظاهرة الهجرة. وكما سبق وقلنا أكثر من مرة أن الهجرة تعتبر من أهم العوامل المفسرة بشكل مباشر لتغير حجم وتركيبة السكان، إلى جانب الولادات والوفيات. فالحصيلة الديمغرافية، لو بيلون ديموغرافيك، يحضر فيها ثقل ظاهرة الهجرة بشكل مزدوج كما سبق وأشرنا.
فإذا قلنا بأن للبنية الديمغرافية مدخلات ومخرجات، وفي مدخلاتها هناك ظواهر ديمغرافية تؤثر بالزيادة، وفي مخرجاتها هناك ظواهر ديمغرافية تؤثر بالنقصان، وقلنا أن الولادات تؤثر في هي من ضمن المخرجات التي تؤثر بالزيادة، والوفيات ضمن المخرجات وتؤثر بالنقصان، فإن الهجرة توجد هنا وهناك، توجد في المدخلات والمخرجات، لأن لها تأثير مزدوج. فإذا كنا نتحدث عن الهجرة الوافدة، فإننا إذا تأثير بالزيادة ضمن مدخلات البنية السكانية والتركيبة السكانية، وإذا كنا نتحدث عن الهجرة المغادرة فهذا تأثير في المخرجات وتأثير بالتناقص في البنية والتركيبة السكانية. كما قمنا بالتمييز بين الهجرة الوافدة والمغادرة، ووقفنا عند الخلط بين l'immigration avec I والمقصود بها الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة وهي l'immigration avec E accent. فقلنا بأنه إذا اعتمدنا مثلا المغرب، فنقول مثلا المغرب هو بلد منشأ وبلد انطلاق، فإننا نتحدث عن الهجرة المغادرة، فنقول l'immigration avec un accent. لكن إن قلنا بأن المغرب هو بلد استقبال وبلد وصول، فإننا سنكون إذا الهجرة الوافدة l'immigration avec I. إذن هذا التمييز ينبغي أن يكون واضحا بالنسبة لكم. وعموما الهجرة يمكن تقسيم أنواعها بناء على 3 أبعاد أساسية. هناك البعد المجالي، وإذا نتحدث عن الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، ثم البعد الزمني حيث نتحدث عن الهجرة المؤقتة والهجرة الدائمة، ثم البعد الثالث ويتمثل في أسباب الهجرة، حيث يمكن الحديث عن الهجرة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية أو فكرية. لذلك اليوم تسمعون أن هناك حديث مثلا عن اللجوء السياسي، أو الهجرة القسرية، أو النزوح الجماعي مثلا بسبب مثلا أوبئة أو حروب وهكذا. إذا هناك أنواع من الهجرة، وتتحدد من خلال بعدي أو 3 أبعاد: البعد المجالي، ثم البعد الزمني، ثم البعد الثالث والمتمثل في الأسباب التي أدت إلى الهجرة. وبخصوص طرق قياس الهجرة، تتمثل في مستويين. فطرق الهجرة قلنا تتمثل في مستويين: الطرق المباشرة لقياس الهجرة، ثم الطرق غير المباشرة. بالنسبة للطرق المباشرة، هناك طريقة محل الميلاد، ثم طريقة تغيير محل الإقامة، ثم سجلات وإحصاءات العبور. فبالنسبة لطريقة محل الميلاد، وهذه تعتبر من بين أكثر الطرق اعتمادا التي توفر لنا بيانات حول ميلاد، مكان الميلاد ومقر الإقامة الاعتيادية، وهذا معطى نجده في جل التعدادات السكانية، وهو ما يجعل إمكانية حساب عدد المهاجرين يعني إلى منطقة معينة أمرا متاحا، لأنك تسأل حول مكان الميلاد فتجد بأنه مثلا في مدينة مثلا الرباط كنموذج، أو مدينة القنيطرة،
أنه نسبة معينة، نسبة 20% من قاطني أو من المقيمين بمدينة القنيطرة، محل أو مكان ميلادهم أو محل ميلادهم مدن أخرى غير القنيطرة. هذا أولا. ثانيا، نعمد إلى المقارنة بين هذه المعطيات ومعطيات التعداد أو الإحصاء السابق، فنفهم بأنه قد وقعت حركية مجالية. إذن هذا مدخل مداخل قياس الهجرة. إذن هناك طريقة محل الميلاد. المسألة الثانية، طريقة تغيير محل الإقامة. فنعلم بأنه عدد من الدول تلزم من الناحية القانونية مواطنيها بضرورة التصريح عند تغيير محل الإقامة، فتصير هذه السجلات هي مصدر من مصادر معرفة طبيعة الحركية المجالية للسكان، لأن الدولة تلزم مواطنيها من الناحية القانونية بالتصريح بتغيير محل الإقامة الاعتيادية. ثم المستوى الثالث أو الطريقة الثالثة وهي إحصاءات العبور. مثلا نجد بأنه في وحدات المصالح الجمركية هناك وحدات مختصة بجرد وضبط ورصد كافة المعطيات والإحصاءات المتعلقة بعبور المهاجرين، سواء الهجرة الوافدة أو الهجرة المغادرة. وكذلك هناك في جميع الدول تقريبا هناك مصالح وقطاعات حكومية مكلفة بشؤون وقضايا الهجرة. مثلا في المغرب لدينا وزارة الجالية والمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. فهذه المصالح تقوم بجميع هذه المعطيات حول الوافدين والمغادرين، وتستخدم في الغالب هذه الإحصاءات في دراسة كل ما له علاقة بالهجرة الدولية. أما بخصوص الطرق غير المباشرة، هناك طريقة معادلة الموازنة، وذلك بالاعتماد على السجلات الحيوية التي تعمل على تعبئتها المصالح الإدارية المختصة بشكل دائم، بالإضافة إلى بيانات تعدادين للسكان على الأقل. إذن نوع من المقارنة بين بيانات تعدادين للسكان على الأقل تعطينا فكرة حول حركية المجالية للسكان والمواطنين. الطريقة الثانية هي طريقة مقارنة معدلات نمو السكان لفترة معينة، خلال الاعتماد على المقارنة بين معدل النمو للدولة بمعدل النمو في منطقة معينة داخل نفس الدولة خلال فترة زمنية معينة، حيث يتم تقدير عدد المهاجرين من خلال رصد الفرق بين عدد السكان المتوقع في منطقة ما بناء على معدل النمو السنوي للدولة في فترة زمنية معينة تنحصر بين تعدادين. وعموما هذه تعطينا نتائج تقريبية، هنا معنى نتائج تقريبية. المستوى أو الطريقة الثالثة وهي معدلات البقاء، وذلك من خلال المقارنة بين الفئات العمرية على ضوء بيانات تعدادين للسكان. وهنا إذا استحضرنا التحليلات الطولية أو التحليل الطولي الذي تحدثنا عنه بشكل مستفيض في الجزء الأول من هذه المحاضرات حول التحليل الديموغرافي، نجد بأن هناك إمكانية من خلال المعطيات التي توفرها التعدادات السكانية أن نقارن مدى تطور، يعني الفرق بين حجم الفئات العمرية. مثلا الفئة العمرية 0-4 خلال سنة مثلا 2000 و 2000 و خلال التعداد السابق 2004، من المفروض أن نضيف إليها ال10 سنوات التي تمثل الفارق بين التعدادين، فنقارن بين الفئتين. الفئة 0-4 في خلال التعداد أو الإحصاء العام السكان والسكنة لسنة 2004 بالضرورة ستكون هي الفئة، يعني بين، إذا أضفنا عليها 10 سنوات، يعني الفئة العمرية بين 14
بين 10 و 14 سنة، فبالضرورة سنقيم بين هاتين الفئتين. وإذا استثنينا مثلا عامل الوفاة فإن ذلك سيعطينا صورة تقريبية حول التطور و يعني وحركية الحركية المجالية للسكان. وبطبيعة الحال بالنسبة للذين بقوا على قيد الحياة، وهذه معطيات توفر وسجلات الحالة المدنية، جداول الحياة. بالنسبة لمقاييس الهجرة ومؤشرات الهجرة، هناك معدل الهجرة الوافدة لوطو دي ميغراسيون افيك اي، ويمثل عدد المهاجرين الوافدين خلال سنة معينة إلى دولة أو منطقة معينة بالنسبة لإجمالي عدد السكان. ثم معدل الهجرة المغادرة لوطو دي ميغراسيون افيك او، ويمثل معدل الهجرة المغادرة يعني عدد المهاجرين المغادرين لبلد ما أو منطقة معينة خلال سنة معينة على عدد السكان، والنتيجة تكون مضروبة في الألف. بالنسبة للمؤشر الثالث، هناك معدل صافي الهجرة لوطو نت دو ميغراسيون، ويمثل معدل صافي الهجرة قيمة الفرق بين عدد المهاجرين الوافدين وعدد المهاجرين المغادرين بالنسبة لإجمالي عدد السكان لبلد ما أو منطقة معينة في منتصف السنة في الألف. ثم كما تلاحظون وضعنا تقريبا 3 تمارين تستوفي 3 ظواهر أساسية، وهو تمرين خاص بالولادات، ثم تمرين بالوفاة، ثم تمرين خاص بالهجرة مع وضع يعني حلول لهذه التمارين. وهذه نماذج لما قد يكون عليه مثلا يعني طبيعة الأسئلة في هذه المقاييس. مثلا عليكم أن تتذكروا جيدا ما هو تعريفات، مجرد تعريف دون حتى حساب يعني قيام بالعملية الحسابية، ماذا نعني بمعدل المواليد الخام. إذن هو معدل المواليد خلال سنة معينة مقسوم على إذن قلنا معدل المواليد الخام هو عدد المواليد الأحياء خلال سنة معينة مقسوم على إجمالي عدد السكان في منتصف السنة في الألف، وهكذا. إذن نكتفي بهذا القدر، وبالتوفيق للجميع.